حاكم سنين عربش حيطانك مع الياسمين يصبح عليك بدري من بكير شباك طل الصبح عالشبابين يصبح عليك بدري من بكير يا بلاد ما بنش بحكي عنك انت الحبيب الزكني فينا الصبح ومعاش عيشي أحلامنا بالليل يا بلادنا وعالخير ولا في يوم تسأل عالأصل من وين كان الأصل عادات جمعتنا وعالصعب كنا نشد فيها الحيل ويسعد مسا حاراتها والبيوت وفيها أصالتنا اللي ما بتموت يسعد مسا حاراتها والبيوت وفيها أصالتنا اللي ما بتموت يا بلاد ما بنشبع حكي عنك انت الحبيب ساكني فينا الصبح ومعاش عيشي أحلامنا بالليل والله ما حدا بقدر يسكتك انت لا لا غلطان كثير اللي بسكتوني شوفي يا ستي المحاضر بالجامعة الأمين القطري الأمين القومي وفي عندك اللي بنسين الحكي أصلا وحبيبتك مالها حبيبتي حبيبتي هاي أنا اللي بسكتها أنا بنسيها الحكي طيب دقيقة لا تكمل إلا ما أرجع تفضلي وهاي واحدة ثانية بسكتني عجبك هسا ومين حبيبتك وانت شو دخلك هيك لكان حابة تعرفي آه وبديش أحكي لك ما أعرف لا ما رح تعرف لا ما أعرف واحد اسمه فارس عم يسأل عنك هذا اللي حكيت لكم عنه أبو الفرس تفضل تفضل سيد تفضل يا ميت أهلا وسهلا فوت مرحبا فوت طبعا هذا فارس رفيق عمري حكيت لكم عنه نور عمة نور وسهى تفضل تفضل اقعد فوت تفضل أهلا وسهلا يا ميت أهلا وسهلا الله يا ميت أهلا وسهلا اهلا فيك هلا هذا المفتاح 17 بسرعه هذا المفتاح 15 هذا المفتاح 15 شو مالك فكها منيح فكها يا زلمه انا بفك فيها معلم طب فكها كمان يا زلمه بقالي ساعه بفك فيها معلم شو مالك ليش عصبي يعني الواحد بده يشتغل معلم ايه اشتغل شو مالك هاي الشغل هذا ما بزبط معي ايش حكيت ولا ما بزبط معي يا معلم بزبطش معك بزبط مع مين تعال هون ولا ايش معلم حاضر بحكي كلمة بترد فاهم صوتك ما بيطلعش حاضر معلم عالكراش حاضر بعيط لا لا هون الحياة كويسة وإن شاء الله يعني راح تنبسط إن شاء الله إن شاء الله
تفضلوا. شكرا. يسلموا ايديك. ما حكيت لي وين بدك تنزل؟ وين يعني؟ بالاوتيل. طيب ممتاز، بلكي هاليومين شفنا لك شقه. الا اذا حابب تقضيها زيي. كيف يعني؟ كل يوم عند واحد منه بتوفر اكل وسكن وبتضل على اتصال مع الناس. لا انا هيك ما بقدر. عارف انك ما بتقدر. مش هو اللي قلت لي تساوى بالمظاهرات؟ بالظبط، شحمه ولحمه. أنا كنت بعمان وقتها. على فكرة نور من أهل عمان. والله؟ وبتدرسي هون؟ سنة أولى جغرافيا. أنا قريب منك كثير، أنا سنة أولى تاريخ. يلا شو كانت حابة تشوفك قد ما حكيت لها عنك. يلا يا سيدي احفظ اللطش. أي شو هالنور؟ شو هالعطور؟ المؤسسة هيك شعشعت شعشعت. داخل إيه بالبيت؟ قلت لحالي بجيب شرف فنجان قهوة أنا وياك وبنحكي شوي. هذا إذا مو مشغول طبعا. مشغول؟ أي شو مشغول؟ ولا أبو عليا بترفش ببطنك إذا بتدخل عندي حدا. يلا روح. شو جنات؟ انت خليتي في عقل، خليتي في عقل. انا خلص مش قادر، انا من جوا عم بغلي غلي، انا مولع. تقولي طابون؟ طابون؟ يسعد رب هالضحكة. تعبت تعبت يا ام محمود، تعبت. اي خلصينا يا حبيبة قلبي من دلع بنات لبنان. هسع كل اشي صار مثل ما قال الشيخ بالضبط وكله بالتمام، بس بدي اياك يا حبيبتي تجهزي حالك للمرحله القادمه وتجهزي قروشك. قروش؟ ما المره الماضيه اعطيتك مصاري، شو بدي دل اعطيك؟ يا ناس تقول اني ماخذه القروش لي؟ بلاش يا اختي بتكيش تكملي، بتكيش بلاش. انا ماشي. ما قلت هيك. ما تكيش بلاش يا خيتي، انا مالي ومال هالسلافه، تعب حالي وراسي. اسمعي المرة الجاي بعطيكي. والله بعطيكي المرة الجاي. المرة الجاي خلص، لا تتأخري. لا ايه صار تزعليني منكي. مرحبا. أهلين أهلين. كيفك؟ جاركم إن شاء الله بخير. الحمد لله، مشتاقين والله يا جارنا، مشتاقين. أهلا وسهلا فيك منورة. أنا بالإذن. الله بالإذن. معك. الله يعطيك العافية ويعطيك الصحة. سكري بيك وراك. يعطيك الصحة جارنا. الله معك، مع السلامة. ايش الريحة هاي؟ أهلا حبيبي. ها؟ ايش الريحة هاي قولي؟ بخور. بعرف انه بخور. بدك تقعد؟ لا بديش اقعد، بدي فوت اريح. بعمل لك أكل جوعان؟ اعملي لي أكل. بسرعة. يلا. فالأمة لا تقوم إلا على ماض طويل من الجهود والتضحيات. وحاضر مستمر من الولاء والانتماء. أتمنى أكون جاوبتك. نعم أستاذ. قيام. سيبوش. أهلا أستاذ منذر. أهلا. شو هذا أستاذ منصور؟ الشاب سأل سؤال عن الأمة وجاوبته. بس هاي حصة لغة عربية. قلت لك هو سأل وأنا جاوبت. أي سؤال خارج المنهاج بنطرح خارج الحصة، مش على حساب وقت الدوام. هيك رأيك؟ مش هيك رأيي، هيك رأي الوزارة. سامعين يا شباب، ممنوع أي طالب بيسأل سؤال عن الأمة أو غير الأمة داخل هاي الحصة. أنا ما حكيت هيك أستاذ، أنا حكيت أي سؤال خارج المنهاج بنطرح خارج الحصة. افتحوا لي صفحة 25. يسلموا ايديكي. صحة وهنا.
اسمعي ام سلمى، هاي جارتنا منيرة انا مش مرتاح لها ابدا. ها حتى انا بلشت انقز منها. شفت كيف عم تطلع فيك؟ هسا صرتي بتغاري علي؟ اذا ما غيرت على جوزي حبيبي على مين بدي غار؟ سق الله ايام لبنان. والله كانت احلى ايام. الله يرحمك يا خالي، كان كل شهر ياخذني معه على لبنان. من كثر ما كانت تخرب التريلا صرت احسن ميكانيكي فيك يا عمان. وانا كنت انطرك من شهر لشهر حتى اشوفك يوم ولا يومين. ما هو صار كل ما احكي له بدي اروح معك يقول لي اشتكت لام المريول، مش هيك؟ يعني لولا خالك الله اعلم مع مين كنت قاعد هلا. الله يرحمك يا خالي، راح بكير. اسمعي، جيبي لي الدفتر من جيبه الجاكيت المعلقه. عود حسابات هلا ما في، بدك تضل معي وبس. يا ستي يلعن ابو الحسابات على ابو الاجابه، وهيني قاعد معك متذكر ايام لبنان. صبي لي شاي. اكرم عينك. تعبت من التحضير؟ لا حضرت ولا شيء. لوين صافن؟ المدير بده يجنني، قاعد يعمل كبسات على الاساتذه. حقه؟ لا حقه ولا شيء. الاستاذ هو المدير في الصف. سولف معه وقول لي ما بيصير. بيقول تعليمات من الوزاره، ما ودهم سياسه في الصف. سوريا معقل للعروبة ومصر قلبها، فالوحدة بينهما ليست وحدة دولتين منفصلتين، بل عضوين أصليين في جسد واحد. من دون الروح لا ينبض القلب ولا يتحرك الفكر. من دون الروح نحن بلا حياة. هات لشو عيدي. أوكي مرحبا يا انطوان. اهلا. شو هيدا؟ شو هيدا المعلم عواد؟ ولو شو هالحلو؟ قلت له شو؟ يا ويلي حلوين. اوه من نفس المحل مش هيك؟ مش بس هاي، في كذا وحده كمان. قلت له اعطيني من هاي ومن هاي ومن هاي، دفعت 5 ليرات. بس احسن تقومي فيك يا عمان. ايش رايك؟ كثير حلوه. ها هذا التليفون ركب من على بكره، ركبوا لي اياه. اسمع حكيت لك راح استعجل فيه. ولوقت ايش بدك تضلك انت وياه هيك طالما انت بتخسر وهو بيخسر؟ الكسره يا بنت الحلال، يا انا بطلع كبله من السوق يا هو بطلع كبلي. اذا مش موفيه معك واصلا ليش هي المضاربه؟ مش راح تفهميني لا انت ولا غيرك راح يفهمني. الكسة مش كسة كزوز، الكسة كسة كرامة. هذول نسايبك، نسايبك اللي دشرت عيلتك عشانهم. اخرسي وحد الله يابا. يما خليها خليها تبرم زي ما بدها ورجل طمع. يما بعدين ولا كبلين يما، بدفش كلبي رح افتع. مش قادر يما، والله ما هو هاين علي ابوك، والله ما هو هاين علي، بس شو بدي اسوي يما؟ بدي افكى، بدي افش قلبي يما، بدي افش قلبي. مين؟ انور. انور يا ساتر. مرحبا. طمني، مالك فيه شيء؟ مالك ما فيه شيء، تعال. طيب شو القصة؟ شو الموضوع؟ تعالي يووو. تعالي وقفي لي هون. أعطيني دولي، دولي، دولي.
الو مالك حبيبي؟ هي امك معك. الو. الو. اي مالك؟ اي حبيبي. مرحبا يما، كيف حالك؟ اسمع علي، ما بدي اطول في المكالمه عشان ما اكلفكم. انا فكرت كثير بوضعك وانت لحالك بالبيت. انور طلبك مني وانا وافقت، بس بشرط يكون الزواج سري. فاذا ما عندك مانع يا ريت. الف مبروك. ماشي. رايح اجيب المقسوم. لحظه، وين رايح؟ ما بدك توافق على شروطي بالاول؟ انا موافق على كل شروطك، ولك يسعد الله. ارجع. الشغل حلا شوف هنا. ارجع. ليش ما يجوا عندك في بابك تحت القطاع؟ بس السياره طفيه يا معلم. ايش مالها السياره؟ والله ما بعرف يا معلم، بس صفت. افتح غطا الموتور. هاي معلم. تنزل زيت، انزل تحت، انزل. هذا راسي معلم. شلون بينت ماخذ تنزل زيت؟ ايش مالك يا زلمه؟ انا دكتور في الميكانيكا، كل قلعتي عارف. يا عمي دكتور وكبير. اسمع، بفكر ناخذ مكتب ثاني ونترك هذا المكتب بس للكراج والقطع. هيدا هو الكلام الصح. ومش بس هيك، انا رح اضرب عصفورين في حجر واحد. شو هن العصفورين؟ اول عصفور شايف مطرح فوق عليوي، وثاني عصفور انه هذا المطرح فوق قهوة حران ابو قدح. بدي اياك تعمل لي اهم شركة في عمان، فاهم؟ الزباين رايحة جاية قدام القهوة. ولو هيدا الموضوع عندي، بس انه انا انطوان بدي اخلص على جماعة اللبنانية، بدي اشلحهم كل اشي. مهمة الوحدويين هي التعجيل في حتمية التاريخ. الفرصة الآن سانحة لتحقيق حلم الحزب في وحدة عربية رائدة. هذا رأيك الشخصي ولا رأي الحزب؟ هذا رأي الأمة العربية من المحيط للخليج ومن ضمنهم الحزب. احنا موافقين على الوحدة مع مصر بدون شروط أو قيود. انتو مين؟ احنا القيادة. شو المطلوب منا إذا القيادة موافقة؟ كيف شو المطلوب منكم؟ انتوا القاعدة ورأيكم كثير مهم. إذا رأينا مهم صار لك ساعة بتخطب فينا ولا خليت حدا يحكي كلمة. احكي. والله بحياتي يا جماعة ما شفت مثل هيك اجتماع. كأنك خايف تسمع رأينا. أنا مش خايف من رأيك يا أستاذ. كمان تغيرت من رفيق يا أستاذ. لا أنا هذا الحكي ما بقبله. ولا تقبلوا، احنا ما رح نرقص. بتكون مفكرنا جايين من بلد لبلد لحتى تضحك علينا؟ انا اضحك عليكم؟ ليش انا ايمت نقص عليكم شيء؟ يا سلام، ولا تكون مفكرنا حضرتك ميتين من الجوع وجاي لحتى تطعمينا. لا انا ما قصدي هيك. ما قصدك هيك، انا هلا بدي فلوسي. كيف؟ ليش؟ ما بعرف. اكرم عينك وعلى عيني ثم راسي، بس في مجال تعطوني وقت بس لبعد الحفلة لشوف شو بدنا نقدر نطلع اليوم؟ لسا بتقولي لبعد الحفلة؟ ليش انت بعد الحفلة بنشوفك حضرتك؟ ما انت بتختفي. طب كرماني؟ كرمالك هالمرة رح امرق لك اياها. الترتيبات انتهت واحنا لازم يكون لنا علاقة فيها. رائد لا تجنني. ايش هالدور اذا بتقول الترتيبات انتهت؟ ايش يعني؟ ما راح نشارك من الوحدة؟ الله اكبر! رائد انت شو بتحكي؟ الطبخة انطبخت وبتقولي تعال نساهم؟ ولا قاعد بتطبخ طبخة ثانية؟ شو قصة الوحدة يا رائد؟ ايش صار لك؟ ليش هالقد محتد يعني؟ تسألني ليش محتد؟ بتفقع بيان ورا بيان وكأني أنا مش بالتنظيم ولا كأنه في وحدويين غير حضرتك. كأنك محضر هذا الحكي قبل ما تيجي؟ رائد اسمعني منيح،
انت مش الحزب ولا القيادة. الحزب فيه قواعد لازم تستشيروهم وتاخدوا رأيهم. ومين حكى لك انه ما بنستشيرهم يعني؟ لعد شو الترتيبات انتهت؟ الترتيبات انتهت بس راحوا، صرت احس بالبرد كتير. بكرة بيرجعوا وبرجعوا معهم الدفا. ما عرفنا كيف كبروا. ما قلتي لي وصلكي منهم اشي؟ وصلتني رسالة من فارس، واحدة من نايف، وفخري حكى معي تليفون. المهم طمنوكي عن حالهم؟ الحمد لله، بس النهار قاعد يمضي كأنه شهر. الشتاء يضيق الخلق وغيبة الشباب بعد. لوين ما تروحي لك مشوار هاني ولا هان؟ تتسلي مع الجارات. وين بدي أروح؟ الفوطة والطلعة صعبة علي. مرة بالأسبوع يا بنت الحلال. عارف لوين ما ندور مثلنا مثل هالنسوان؟ تحلي الله يحلي أيامك. حاسس حالي صغرت 20 سنة. وأنا حاسة حالي كبرت 20 سنة. شو؟ ليش هالحكي يا روحي؟ شو؟ حساب بالبنك وحطيت لك البيت واشتريت لك إياه وشنشلتك بالذهب، شو ضل؟ وشو الفائدة يعني؟ إذا كان كله بالسر تخباية بتخباية، وكأنه شو عاملين عملة؟ طب شو ذنبي انحبس بين أربع حيطان وما أطلع؟ وكله شو مشان ست بهية ما تعرف؟ أو تعرف شو يعني؟ ما تكون خايف منها؟ لا حبيبتي مو خايف منها، بس أنا محترم مشاعرها. يا سلام، محترم مشاعرها؟ قال يعني أنا ما عندي مشاعر. طيب روقي روقي، خلص أسبوعين زمان وبحطها بالصورة. خلص بوزك شبرين قدامك ليلة الدخلة. تعي يا بطة تعي تعي. ما كان لازم هيك تساوي. لك مو انت قلتي لي بيعوا اياه؟ قلت لك بيعوا اياه، بس ما قلت لك كذب كذبه هالقد قدها ما بيصدق الولد الصغير. ايه شو بدك يعني ساوي يعني؟ روح لعنده وقول له اشتري مني مصنعي؟ لا حبيبي، بتروح لعنده بتقول له بدي اشتري مصنعك. شو هالحكي هذا؟ لك هذا الحكي اللي بيبيع؟ ما والله ما خطرت لي هالفكره. ليش انت من ايمتى بيخطر لك افكار؟ ما ضل قدامك هلا غير معمل الكولا. يعني شو روح قلهم بدي اشتري ولا قلهم بدي بيع كل المصنع؟ لك شو تبيعهم ما تبيعهم، فكرك اللي بيمشي مع منعش بيمشي مع الامريكان. بتروح لعندهم حبيبي وبتقلهم بدنا نتشارك اماكن التوزيع، وبتعطيهم نفس اماكن منعش كمان، يعني بتضيفها على اماكنك. شو فهمت؟ ايه. واذا صدقوا؟ واحسن خليهم يصدقوا، شو بدك احلى من هيك؟ يا ربي انا لمين متجوز؟ لك ان شاء الله بتقبريني على هالمخ اللي عندي. يلك شو مفكر انت في مخ هون؟ اشيلي تفاحة على عيني. ما بدك قهوة؟ صفناتك كثراني هالأيام، بعد المدير مضايقك؟ منصور؟ يا بنت الحلال قاعد يحط علينا جواسيس من الطلاب. لو يقول لا ينلقي مين يتجسس لي. وايش بتقولي يا مرة؟ إن كان التلاميذ راضيين منك ما بتجسسوا عليك. الطلاب بيحبوني. كانوا. كيف كانوا؟ الصغار كبروا وتغيروا وانت مثل ما انت. وشتك أقول للمدير أفي عليك عشتي السبع؟ السبع عايش من غير ما تقول لي عايش. واسكت على برشاته فيي على الطالع والنازل. لوي يبلش فيك إن ما عندك شي غلط؟ صدقي ما أنا عارف، لوي ما يحطوكي وزير تربية. كان أسويك مدير واللي يصير يصير. وإيش اللي وده يصير يا مرة؟ أنت عارف يا بوي قديش ثقتك فيي عالية. هذا اللي يصير يصير. هذا نحطوني وزيرة. وين حطوني أنا وزير؟ ما بطلع منك شي. هي فات الشتاء وما تقدمنا خطوة، كل رجعنا ألف خطوة لورا، كلها من المضاربة. لا كلها من الوسخة بعبده. شو بدنا نعمل يعني؟ شو بدنا نعمل؟ بدنا نضل نتقارع معه؟
لا انا بقول هذا لازم يطلع من السوق اليوم قبل بكره، لاني بدي اتفضل الامريكان يا عمي. انت لست مرتاحا من وضعي في الجامعة، أجد نفسي غريبا بين الطلبة مع أني لا أشعر بهذا في الشارع أو البيت. ربما يكون رائد هو السبب، فهو دائما محاط بالمريدين. لقد تغير كثيرا وأصبح مندفعا انفعاليا، كنت أظنه في عمان يسعى لأن يكون قائدا، فإذا به من أكثر الطلبة تأييدا وحماسا لعبد الناصر. أنا لست ضد عبد الناصر، لكني لست مع الناصرية. رائد لا يفهم ذلك، لذلك يعتبرني أقل وطنية منه، وهذا يحزنني جدا يا أستاذ منصور. أنا صوت زيه برا وأنا برا. استنى الشياب بتوكل البنات، نحن عنا بأوروبا البنات بياكلوا الدنيا. علي لطفي، عصيرة أوروبا والبنات والنسوان، احكي لنا شو أحسن، البضاعة اللي في أوروبا ولا البلاوي اللي عندنا؟ إيه يا زلمة، هون في بعد البلدي، مع إني مش مجرب بس كله أحسن من بعضه. يا زلمة ملاحظين إنه كل شيء عندنا بالمقلوب؟ يعني نحن اللي مشغلين القهوة كلها يا تريكنا متخبئين، واللي عم يلعبوا على الشاي والقهوة قاعدين بصدر القهوة. ما هو حظ ما في يا زلمة، اللي بده يضل يلحق ورا الحظ طول العمر بده يضل يركض. الله يلعن ابو الحظ. اه والله، هو المحل يا زلمة بنت ليش فيه طاولتين، هو شوي بالشتا بخف الشغل. بدكم تقلبوا لنا هلكت يعني، خلصونا العبوا. ما تفتوا لي انا برا. ليش العب؟ اكتفي برا. هات لنشوف ايدك تفضل. فيها ايدي. لعاد ما بيطلع منك اشي. ها؟ هذه اخرتها ما ام برجس. اي صدقني الا للستات اللي مثلها. صحيح هم قلال الستات اللي مثلها، بس اكلت راسي. كل ما اشكي ليها شيء بتبلش تص فيه. هو انت بصراحه خوتها يعني، كل شوي المدير راح المدير اجى، معقول يعني؟ لمين اشكي يا صاحبي؟ ولا تشكي ولا على بالك يا سيدي، اذا حسيت حالك مش قادر تتحمل تعال هون، الجريده تحت امرك مستنيك. بصراحه يا صاحبي انا زلمه وراي تقاعد ولازم افكر فيه، بعدين الشغله مي سهله علي، اترك التدريس واشتغل بالصحافه. كل شيء الإنسان ممكن يتعلمه ويبدأ فيه، خصوصاً إذا كان نبيه مثلك. صراحة في شغلة ثانية بس أتمنى تكون سر بيننا، أنا ما بقدر أترك التدريس إلا بعد موافقة الحزب. إحنا يا رفيق مع الوحدة قلباً وقالب، هذا الشيء أمنا فيه طول العمر وضحينا من أجله، ومستعدين نظل نضحي من أجله طول العمر. ممتاز، الرفاق بهمهم يسمعوا هذا الحكي. القيادة في الأردن مستعدة تقدم تصريح بالحكي هذا بالشروط اللي تشوفوها. بس السؤال اللي مطروح حاليا، عندنا استعداد نحل الحزب بسبيل الوحدة؟ هذا بتنسأل فيه القواعد. والقيادة؟ القيادة نابعة من القواعد، مش مفروضة عليها. يا خيي هيدا مش شغل، بدك تزبط لي كل الحسابات منيح. شو هيدا؟ ايش هذا يا انطوان؟ شوف ايه؟ هيدا حساب الكراج. كراج شو يا رجل؟ كيف مصفصف هذا الحكي بين الارقام؟ مش فاهم اشي انا. روق، هيدي هون حساب السنه كلها، وهون حساب الكراج،
يعني تقريبا يا معلم نحن ربحانين بحدود ال 32,000. هذا انا زنجيل ومش عارف وين ال 32,000 يا انطوان. ما فيش غير 4 في البنك. ولو يا معلم، وهيدا اللي عم نشوفه قدامنا شو هو؟ هيدا الارض والسيارات محقق مصاري، وهي كلها مسجله. معلوم، صار حافظ الكراج اكثر مني يا انطوان. بس يا معلم بدك توقع لي هون. مشكور يا معلم. ايش مالها عم تسكت؟ نور خلص خلص، هي ما بتقرب على حدا. روحي تاتي، روحي برا، هي ما بتحب تقرب على حدا. يا ميت اهلين وميت سهلين. بالمهلي؟ شو بالمهلي؟ هيك انتو بتحكوا النسوان؟ على علمي هاد حكي رجال. تفضلي. تسلم. شو شايفتني بسولف مثل زلام؟ لا لا، على سلامتك. كيف كزوز جوزك؟ يو، قصدك هالبلوة اللي مبلينا فيها؟ الله يجازي اللي كان السبب. خلصتوا اللي بينكم وبين سهركم؟ لك الله يخلصنا منه على اهون سبب يا حق. تخيلي الحصة اللي كانت لقلنا بالعمارة تبعه راح طوبها كلياتها باسمه. بس قلنا يلا معلش، سكتنا كرمال بنت بنتي الله يسلمها ازدهار. يلا لمسامح كريم. ما بظن الكريم يسامحه، يخرب بيته، ما استنى 40 يوم وطق جوازه. اه والله شكلها مقبعة معه. الله يقبعه من هالدنيا ويريح الخلق منه. يلا خلينا نروح. يا بكير، لسه ما شربتوا القهوة؟ شبكم؟ معلش مرة تانية. ماشي. يا الله يا عمران، يا الله نقصتك. شو واحد بعرف شو هيك محاله يكون بتكنكن مع حدا ولا بتكنكن مع حالك؟ وفي حدا بيكنكن مع حاله يا عمران؟ عادي من الزهق. قول لي شو بتساوي هون يا عمران؟ هسا هاي الصخور كيف يعني هيك عملوها؟ ركبوها فوق بعض. مين أمي؟ زمان والله ما بعرف مين الشباب، بس واضح انهم محترمين. طب كيف طلعوها هيك؟ يعني كانوا اكبر منا. شو مدريك، كانوا عمالق. كان يمسك حجرين مع بعض ويقولوا له وين رايح، اقول لهم اضعها هناك. طب احنا ليش صغرنا؟ احنا ما صغرنا، الحجار كبرت. كيف كبرت؟ سبحان الله. هذا هو رأيي يا أخي. أنا ما أنا قادر أفهمك، وشي مشكلتك مع عبد الناصر؟ أبداً أنا ما عندي أي مشكلة معه شخصياً، أنا بحكي من حيث المبدأ والفكرة. يعني ما بتعجبني فكرة أنك تنادي بالديمقراطية، تنادي بالديمقراطية ولما توصل للسلطة تتمترس وراء الكرسي وتبتدي الصف منافسي. ما بتعجبني فكرة الخطابات الرنانة
واللعب على الاوتار الحساسه للناس الغلابه البسطة. عشان ايش؟ عشان توصل للعظمه، للشهره الشخصيه. يعني باختصار ما بيعجبني فكره انه السلطه تدور حوالين شخص وحيد، خاصه اذا كان نظام الحكم في بلده نظام ديمقراطي جمهوري. انت لا بيعجبك العجب ولا صيام الفرج. يا ولد يا جمعه، تعال جد لينا الشيخ. صباح، مش بالضروري كل علاقه تحب تنتهي بالزواج. يا جماعه ما بيقدر يجي، الوضع هناك ما بيطمن، في خلافات على اسلوب الوحده. هيني مثل الدور الهايش، شفتيني طمنتي؟ امشي من هون. يلا يلا تفضلي، مع السلامه. بالعطله انت بتيجي، انا ما باجي. بدي اروح غصب عنك. اسمعي علي الطلاق، اذا بتروحي ما تجي عندها. انت كده طلقتي مرتين. بده يمسك في السيف، وانا مش زي غيري، عندي مسؤوليات وطنيه وبدك تقدريهم. انا عم بقول لك الجماعه ما بدهم حدا يبيع كازوز غيرهم بالبلد. يا سيدي جمال عبد الناصر قاعد بحاول يعمل لنفسه رمز للأمة العربية ولو على حساب كل شيء. ليش بده يحل الأحزاب؟ بفكروا أنه لي علاقة بالإخوان.